بتلعب رياضه وزنها كويس وبتاكل كويس، بتاخد ادويه تقلل الكوليسترول الدار مثلا زي الكوليسترول، وبتروح تحلل دم وبتلاقي عندهم نسبه الكوليسترول عاليه جدا. طب يا ترى ايه المشكله وايه دور الرباثه في الموضوع ده؟ من جوه الصيدليه في الطبيعة يا جماعة، الكوليسترول بين الكوليسترول الضار والكوليسترول الصحي، وبيكون دور الكبد ان هو يخلصنا من الكوليسترول ده. وطبعا في ادوية بتساعد كتير، لما تاخد حاجة زي الستاتين زي الكريستور بيبدأ يخلصك من نسبة كويسة جدا من كوليسترول الضار اللي هو الLDL. ده في الطبيعي، لكن مع بعض الناس اللي بيبقى عندهم تاريخ مرضي في العيلة، الاب والام او الجد والجدة، بيكون عندهم خلل في الكبد بشكل او باخر. الخلل ده بيكون ازاي؟ الكبد بيجي يفرز بروتين معين، البروتين ده بيمنع الكبد او بيحط له ليميتيشن، بيقول للكبد ايه، انت ما تقدرش تخلص من الكوليسترول الضار الا بنسب معينه. فالكبد بعد ما يخلص انه يخلص من الكوليسترول الضار بالنسب المحدده دي، يبدا يقف عن الشغل ويبدا الكوليسترول الضار يبدا يتراكم في الدم ويبدا يروح على جدار الاوعيه الدمويه، يبدا يترسب، وده اللي ينتج عنه ايه، جلطات، وينتج عنه كل المشاكل اللي بتحصل للقلب والشرايين زي ما انتوا عارفين. مع ان انت لما تيجي تبص عليه تلاقي عليه ان هو فت، بيلعب رياضه، وزنه كويس، وبياكل كويس، لكن القصه دي هو ما عندوش قدره على التحكم فيها. وهنا يجي دور حاجه زي حقن الرباثه. الرباثه دي اسمها ايفلوبيوماب، هو دوره بسيط جدا، هو دوره بيجي عند البروتين اللي بيفرزه الكبد ده وبيبدا يمسكه، فبالتالي انا كده ما حطيتش حدود للكبد، بقى الكبد حر التصرف، بقى حر ان هو يخلص على قد ما يقدر من الكوليسترول الضار، فيبدا زي ما تكون انت بتجيب كده البلدوزر وتبدا تشيل من الكوليسترول الضار وترمي. كنت الاول شغال ايه؟ كنت الاول شغال بالكريك، معرفش انت تعرف الكريك ولا، او اللي هو حاجه بسيطه جدا، دلوقتي تقدر تشيل على قد ما تقدر. علشان كده الناس اللي بتاخد رباثة، الناس اللي بيكون عندها مشاكل في القلب ومشاكل في الكوليسترول ومش قادرين مع الأدوية، بياخدوا حقن الرباثة دي، فبتبدأ النتائج بتوصل ل90% تحسن بمجرد أول شهر أو أول حقنة بياخدوها من أول شهر. علشان كده الناس اللي بتبقى داخل عمليات ومش قادرين إن هم يتحكموا في مستوى الكوليسترول عندهم، الدكاترة كان في الأول مفيش أي حاجة يعملوها، وكانوا الأول بيضطروا يروحوا يعملوا حاجات كتير، دلوقتي بقى في حقن اسمها الرباثة. الحقن دي دورها زي ما انا شرحت لكم كده، هي بتتاخد شهريا، كل شهر بتتاخد حقنه واحده، بتبدا تحفز الجسم انه يخلص اكتر من الكوليسترول الضار. لو استخدمتها لوحدها هتبقى مفيده، هتكون طبعا مفيده، لكن مش زي لما تكون بتستخدمها مع حاجه تانية زي الستاتين الكريستور او الليبيتور او كل الحاجات دي. سعرها كام؟ سعرها تقريبا $540، موجوده في الصيدليات، وهي طبعا ما بتتصرفش الا بوصفه طبيه، انت لازم تروح للدكتور وتقول له انا عندي المشكله دي، وتقول له انا سمعت عن الحقن دي، فهل يا ترى ممكن استخدمها ولا لا. ده كان ببساطه حاجه عن الرباثه للناس اللي بتسال او دورها ببساطه ايه. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. كان معاكم عمرو ابو بكر من جوه صيدليه، اشوفكم على خير في حلقه جايه او سؤال تاني. سلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا، عمرو ابو بكر.